بسم الله الرحمن الرحيم. انا الدكتوره دعاء احمد فؤاد، استاذ امراض القلب في كليه طب جامعه اسيوط، والنهارده هنتكلم عن الاريثمياز. المحاضره دي بتنقسم الى جزئين، الجزء الاول introduction to arrhythmias، والجزء الثاني هنتكلم فيه عن البريدي اريثمياز. زي ما نفتكر من الفسيولوجي، الكوندكتيف سيستم اوف ذا هارت از ا جروب اوف سبيشاليزد كارديك ماسل سيلز بيبقوا موجودين في الوولز اوف ذا هارت. They send signals to the heart muscle causing it to contract. The main components of the cardiac conductive system are the SA node and the AV node. SA node, AV node, His bundle, bundle branches, right bundle branch, left bundle branch, and the Purkinje fibers. The SA node is present at the junction between the superior vena cava and the right atrium، وبتبقى placed sub-epicardial few millimeters sub the epicardium. عشان كده اي diseases of the pericardium او inflammation بتعمل supraventricular arrhythmias due to inflammation او irritation of the SA node mainly. بعد كده، بعد the SA node which is the pacemaker of the heart، بمعنى انها المسؤولة عن الـ initiation of the cardiac impulse، بيجوا الـ internodal pathways، ودول بيبقوا اساسا 3 nodal pathways في الـ right atrium و 1 pathway في الـ left atrium giving branches، لكن الفيجر هنا مش موضح الـ anatomy بتاعهم كويس. هم وظيفتهم انهم بيكوندكت الـ impulses من الـ SA node للـ second station اللي هي الايفي نود. الايفي نود برضو عندها الكاركتر of being a pacemaker of a heart، and بتتكون من جزئين اساسيين، الايفي نود اللي بيسموه الكومباكت ايفي نود، والجزء الثاني هو الايفي نودال باندل. الايفي نود بتبقى placed beneath the right atrial endocardium، وهي superficial structure بتبقى anterior to the ostium of the coronary sinus، وده مش واضح هنا في ال diagram، انما بتبقى زي ما احنا شايفين above the insertion of the septal leaflet of the tricuspid valve. الجزء الثاني من الايفي نود اللي هو الايفي نود البندل ده penetrates ال interventricular septum في الممبرنس بارت عشان يوصل للهيس باندل، وبعد كده الهيس باندل بتوصلنا للباندل برانشز الاثنين اللي هما رايت وليفت باندل. الرايت باندل غالبا بتبقى وان برانش وما بيحصل لهاش اي برانشنج او تفرعات بعد كده، لكن الليفت باندل بتبقى متكونة من تو مين برانشز انتيريور وبوستيريور فاسيكلز، وعندنا البوركينجي فايبرز اللي هم اخر محطة، ودول برضو عندهم خاصية انهم pacemakers، they can work as pacemakers of the heart. زي ما احنا هنشوف دلوقتي التابل دي بتورينا كمان الفانكشن بتاع كل جزء من الاجزاء دي. الـ SA node زي ما احنا قلنا هي الـ pacemaker of the heart، بمعنى انها عندها her own او its own intrinsic rate which is 60 to 100 beat per minute normally. بعد كده الـ internodal pathways زي ما اتفقنا between the SA node and AV node. بعد كده بيجي الـ AV node، والـ AV node slows the conduction creating a slight delay before impulses reach the ventricles. برضو ليها قلنا intrinsic rate، لكن الـ intrinsic rate بتاعها من 40 to 60 beat per minute. بعد كده نوصل للبندل اوف هيس، و البندل اوف هيس بس بتترانسميت ذا امبلسز، بتبقى مكانها تحت الايفي نود. بعد كده الليفت بندل والرايت بندل برانشز زي ما اتفقنا، واخر حاجه هي البوركينجي سيستم، ودي نتورك اوف فايبرز زي ما قلنا، وبتبقى الانترنسيك ريت بتاعها لانها عندها البروبرتي اوف بينج ا بيس ميكر اولسو، الريت بتاعها من 20 to 40 بيت بير مينت. هنا احنا هنشوف شكل الاكشن بوتنشال.
ايه هو الاكشن بوتنشال؟ الاكشن بوتنشال is the charge in electrical potential associated with the passage of an impulse along the membrane of muscle cell or nerve cells. احنا اتفقنا ان الكارديك ماسلز اللي هي بتكون الكوندكتيف سيستم دول سبيشالايزد ماسل سيلز سبيشالايزد بحيث ان هي كان كوندكت ذس بوتنشال اللي هو المفروض بيبدا في الاس انود وينتقل الى بقيه الميوكارديال سيلز ثرو جاب جانكشن بتوين ايتش سيل اند ذا سكند. في البدايه بيكون عندنا ريستنج ميمبرين بوتنشال. ريستنج ميمبرين بوتنشال بيبقى معناها ان احنا في مرحلة polarization. لما بنتكلم ونقول positive او negative charges فاحنا نعني ال charges اللي موجودة inside the cells. ال polarization معناه في ال ECG no deflection، ومعناه ان انا في resting membrane potential بحيث انه ببقى ال charges ال negative inside the cell و outside the cell are positive charges. تيجي بعد كده مرحلة الـ depolarization which is the stage of spreading of the impulses through the myocardial cells. هنا يبتدي الـ current يتحرك بحيث انه الـ positive charged ions تخش جوه through the pumps والـ negative charged ions هتطلع بر. ده غالبا بيدي positive deflection في الـ ECG. بعد كده الريبولاريزيشن. الريبولاريزيشن اننا بنحاول تاني او السيلز بترجع تاني في طريقها لانها تبقى بولاريزد، وبيحصل انه تبقى نيجاتيفلي تشارجد انسايد ذا سيل ميمبرين. تمام. الديبولاريزيشن بيساوي ميكانيكالي الكونتراكشن، والريبولاريزيشن ميكانيكالي بيساوي ريلاكسيشن. كونتراكشن وريلاكسيشن، سيستول ودايستول. طيب هنشوف كده. يبقى لو اتكلمنا عن الافكت اوف depolarization هنقول انه this change of electrolyte stimulation positive charges لما تدخل جوه السيل ميمبرين هتعمل لنا stimulation للماسل فايبرز to contract زي هنا في الـ ECG زي ما انتوا شايفين. دي الـ P wave. الـ P wave represents atrial depolarization. هنا الـ QRS complex. الـ QRS complex represent ventricular depolarization which means contraction of the atrium and contraction of the ventricle. يجي بعد كده الستيج اوف ري بولاريزيشن، ودي معناها ان الكيميكال بامبس ري استابليش الانترنال نيجاتيف تشارج زي ما اتفقنا، ويبقى السيلز ريتيرن في طريقها تو ريتيرن تو ذير ريستنج ستيت. ده بيمثل في الفنتريكل من بدايه الاس تي سيجمنت يعني من نهايه الاس ويف او من نهايه الكيو ار اس كومبلكس ايا كان ترتيب الويفز في الكيو ار اس كومبلكس لحد نهاية التي ويف. يبقى الكارديك اكشن بوتنشال اللي كنا ذكرناه زمان كنا ذكرناه قلنا يا اما في المسل السكيليتال مسل، يا اما برضو نفس الفيجر ده تقريبا هو بتاع الفنتريكولار مايوسايت، وذكرناه في الاس انودال سيلز. طيب هنبص كده هنلاقي شكل الفيجرز دول مختلفين عن بعض. نبدأ بالمتريكولار مايوسايت. الستيج دي اللي احنا بنسميها فيز فور. فيز فور هي الريستنج ممبرين بوتنشال، هي بتساوي بولاريزيشن، لا هو دي ولا هو ري بولاريزيشن. بتبقى عند ماينس 90 تو ماينس 100. يبقى الريستنج ميمبرين بوتنشال في الفنتريكولار مايوسايت از ماينس 80 تو 90 او اب تو ماينس 100. بعد كده بيحصل لنا الستيج 0، بيحصل للفنتريكولار مايوسايت
ستيج 0، احنا ممكن نعتبر ستيج 4 دي بتاعت المرحله اللي قبلها. ستيج 0 هي بدايه وصول الحاجه اللي جايه لي هنا تو تريجر الاكتيفيشن او الدي بولاريزيشن اوف ذا ventricular مايوسايت. الستيمولس ده جاي من البيسميكر اوف ذا هارت، جاي من الاس اي نود في اغلب الحالات او من الاي في نود او من البوركنج. هيعمل ايه لما يجي هنا ستيمولس؟ هيعمل رابيد دي بولاريزيشن اللي هي ستيج 0. في المرحله دي بتبقى الفاست صوديوم شانلز اوبنز، فيدخل البوزيتيف تشارجز ان لحد ما نوصل بسرعه لحد زائد 20. يبقى دي اسمها فاست صوديوم شانلز اوبن عشان تعمل لي رابيد دي بولاريزيشن. بعد كده يفضل الدي بولاريزيشن ده شغال في المرحله اللي هم 1 و 2 فين؟ في الventricular myocyte. بعدها يبدا الريبولاريزيشن، يبقى سريع، يبقى دي ستيج 3 او فيز 3، عشان نبقى في طريقنا تاني اننا نرجع تبتدي نيجاتيف تشارجز مره تانيه تدخل جوه السيل علشان تعمل لنا ايه؟ تعمل لنا انها توصلنا للريستنج ميمبرين بوتنشال مره تانيه. تمام. الرابيد ريبولاريزيشن فيز دي بتحصل بعد البلاتو فيز. البلاتو فيز حصل فيها اوبننج للسلو كالسيوم اند صوديوم شانلز. تمام. لما نوصل لفيز 3 هيبقى كلوجر اوف ذيس شانلز، وتبتدي بس البوتاسيوم شانلز تفتح ويطلع البوتاسيوم بره بشكل سريع عشان نوصل بسرعه للريستنج ميمبرين بوتنشال. الاس اي نود زي ما احنا شايفين كده شكل الاكشن بوتنشال بتاعه مختلف كتير جدا عن الventricular myocyte. اول ما يوضح هذا الاختلاف هي ستيج 4 نفسها، وهي دي السبب الرئيسي في ان الاس اي نودال سيلز دي بنقول عليها بيس ميكر اوف ذا هارت. ليه؟ لو نلاحظ كده مع بعض، هنا بداية ال ستيج 4 دي ستيج 4 اللي هي اللون البني ده، بداية ستيج 4 بتبقى عند ماينس 60. تمام. يبقى نيجاتيفلي تشارجد انما عند ماينس 60، ده الريستنج ميمبرين بوتنشال. الحتة الصغيرة دي بتبقى ريستنج، لكن هو بيحصل حاجة هنا اسمها ايه؟ سبونتينيوس دي بولاريزيشن. يبقى ما عادش ريستنج، ده هو يا دوبك وصل لحد الماينس 60 وبسرعه طلع تاني، حصل سبونتينيوس دي بولاريزيشن في فيز 4. بيحصل هنا ايه؟ بيحصل سلو انفلو اوف صوديوم انسايد ذا سيل. هنا بيبقى في مجموعه من الشانلز بنسميهم ال HCN channels. احنا مش مهم نحفظ اسم الشانلز ايا كان، بامب او شانلز مش مهم، المهم نعرف ان هنا القصه دي لانه بنبدا من النيجاتيف ونفتح الصوديوم شانل عشان ندخل بوزيتيف تشارجز واحنا سو نيجاتيف عند ماينس 16، اعتبروها انها قصه غريبه شويه، فسموا الكرنت اللي بيعدي هنا ده فاني كرنت. ايه اهميه الموضوع ده؟ الموضوع ده مهم في لما نيجي ناخد الساينس تاكيكارديا بعدين. هيقولوا لنا انه هنا احنا بنشتغل على this current، علشان كده لما بندي حاجة تقلل الساينس تاكيكارديا بنديها انها تقفل الايه؟ الفاني channels او الفاني current او ال HCN channels دي. تمام. يبقى دي جزئية. الجزئية التانية انه ده spontaneous، كون ان الخلية عندها القدرة انها spontaneously to depolarize من غير ما يجيلها triggering stimulus من برة، يبقى الخلية دي عندها خاصية الاوتوماتيستي.
مين بقى اللي عندهم خاصية الاوتوماتيس زي ما احنا اتفقنا؟ الاس اي نود والاي في نود والبوركنجي فايبر تيشوز. عندهم خاصية اوتوماتيستي اللي هي ايه؟ عندها خاصية سبونتينيوس فيز فور دي بولاريزيشن. يبقى ايه هو الاوتوماتيستي؟ هو ان التيشوز دي كان have spontaneous phase 4 depolarization so that they can initiate impulses themselves. تمام. بعد كده بيحصل الفيز 0 اللي هي هنا زي ما احنا شايفينها، بيبقى فيه برضو opening of the positively charged channels ورابيدلي بتخش البوزيتيف تشارجز، ومفيش عندي بلاتو فيز، بسرعه بنرجع تاني ونفتح البوتاسيوم شانلز ويحصل ايه؟ ريبولاريزيشن. يبقى من ماينس 60 بنعلى لماينس 40، وعند ماينس 40 يحصل سبونتينيوس، يحصل رابيد دي بولاريزيشن. في الاول كان سبونتينيوس بس سلو دي بولاريزيشن من ماينس 60 تو ماينس 40، وبعدين رابيد دي بولاريزيشن اللي هو هنا عندي لحد ما وصلنا لبوزيتيف 20 زي هناك، لكن ما حصلش بلاتو وبسرعه اتفتحت البوتاسيوم شانلز عشان تطلع البوتاسيوم ايون بره، ونرجع تاني نبقى نيجاتيفلي تشارجد وننزل لحد ما نوصل ماينس 60 اللي هو نقول عليه ان هو ده الريستنج ميمبرين بوتنشال بتاع مين؟ بتاع البيس ميكر سيلز. طيب هنرجع تاني بقى، ادي التو كيرز واحنا شفنا الفرق ما بينهم. دلوقتي ايه؟ هنشوف شكل الكلام ده في الاي سي جي. اتفقنا البي ويف دي بتاعت ايه؟ اتريال كونتراكشن اللي هي دي، وبعدين كيو ار اس كومبلكس. وعلى فكرة الكيو ار اس كومبلكس مش لازم يبقى كيو وبعدين ار وبعدين اس، يعني هو اسمه كيو ار اس كومبلكس لكن ما بيجيش لازم بنفس الترتيب، يعني ممكن يبقى كيو ار اس كومبلكس وهو عبارة عن ار ويف بس او عن اس ويف بس او عن يعني اشكال اخرى مش لازم نبقى عارفينها من شكل كيو ار اس كومبلكس، انما احنا نبقى عارفينه ده بيمثل الديبولاريزيشن. بعدها ستيج اوف ريبولاريزيشن. السيجمنتس والويفز دي مهمة في كل المذاكرة بتاعتنا في الكارديولوجي انها نبقى فاهمينها، لكن ما يجيش فيها اسئلة بالنسبة لنا، لكن لازم نبقى فاهمينها. يبقى دي البي ويف ودي البي ار انترفل اللي هي من بداية البي ويف لبداية الكيو ار اس كومبلكس. خلاص خرجنا من الاتريوم ووصلنا الى الفنتريكل. بداية الفنتريكلر كونتراكشن اللي هو مين؟ فنتريكولار دي بولاريزيشن وبعدين ري بولاريزيشن. اس تي سيجمنت، ودي مهمه في الاسكيميا الاس تي سيجمنت لانها بتتغير، يعني مكانها ما بيبقاش ايزو الكتريك، لما يبقى كده عند بدايه الويف في كل مره كده بشكل مستقيم ده اسمه ايزو الكتريك، لا هو فوق ولا هو تحت. الاس تي سيجمنت دي زي ما خدته في الاسكيميا بتبقى ديبريسد في الاسكيميك تشينجز وتبقى ريزد في الانفاركشن. كمان في لما ناخد البيريكارديال ديزيزز هنعرف ان هي ممكن تبقى ريزد برضو. دي الاس تي سيجمنت دي بدايه الريبولاريزيشن، والتي ويف تكمله الريبولاريزيشن، برضو بتتغير على حسب الكرنت اوف انرجي اللي موجود في الاسكيميا وبتتغير في حاجات تانية. من بداية الـ QRS complex لنهاية الـ T wave دي كلها اسمها الـ QT interval اللي هي كل الـ changes اللي بتحصل في الـ action potential وبترسم الـ waves بتاعة الـ ventricle. الـ QT interval مهمة جدا لما نيجي ناخد التاكي أرزمياس، لأنها لو بتبقى prolonged بتسمح بحدوث أرزمياس بتيجي تبقى اسمها نسميها triggering أرزمياس زي ما هتاخده في المحاضرات اللي بعد كده. طيب مهم بقى ان انا ابقى عارفة شكل الاي سي جي بيبر عشان اعرف اقول العيان ده عنده ايه، وعشان اعرف احسب اذا كان برادي ولا تاكي ولا ايه بالظبط. شايفين ده شكل اي سي جي بيبر. الاي سي جي بيبر
عندنا المربع الصغير ده 0.04 سكند، يعني 4 ملي سكند. المربع الصغير ده اللي احنا نتكلم عليه بالعرض يعني in a row، ده بيمثل الوقت، الوقت بتاع ان الويف تبدأ وتمشي. لكن لما اخد المربع اللي بالطول اللي هو كولم ده، كل مربع صغير بيساوي 0.1 ملي فولت. يبقى ده التايم وده الفولتج، تمام. كل 5 مربعات بالعرض بيبقى الخط ده اللي هو الاحمر الزاهي ده يظهر هنا، اللي هو عليه هنا ارو تاني اسود. كل 5 مربعات لو انا ضربت 4 من 100 في 5 يبقوا 2 من 10 سكند. لما اجي احسب الوقت يبقى كل 5 مربعات بيمثلوا 2 من 10 سكند، وكل 10 مربعات من 1 من 10 ملي فولت دول بيساوي 1 ملي فولت، تمام. يعني انا دلوقتي اقدر اقيم البي ويف من حيث الويتس، يبقى انا اقصد بيها التايم، ومن حيث الايه الهايت بتاعها يبقى او الامبليتيود، واتس كولد امبليتيود، يبقى ده الفولتج بتاعها، ماشي. نفس الكلام بالنسبه لكل الويفز. نرجع تاني، ده ملخص الكلام اللي احنا شرحناه، ان الاس اي نود هي النورمال بيس ميكر اوف ذا هارت، وان هي عباره عن سبيشالايزد مايوكارديال ستراكشر ذات انيشيت ذا الكتريكال امبلسز تو ستيمولييت كونتراكشن. It is found in the atrial wall at the junction of supraventricular cava and the right atrium. The pacemaker cells عندهم خاصية natural automaticity, meaning they can generate impulses themselves. بعد كده يجي الـ AV node والـ Purkinje fibers also are pacemaker cells because they are capable of pacemaker activity. لكن الـ natural heart rate is much slower than the SA node، عشان كده دايما بيبقوا overridden بالـ SA nodal stimulation. السلايد دي احنا قلناها اللي هي بتورينا يعني ايه اوتوماتيستي. نقول بقى ده شكل الاي سي جي، وده هو النورمال ساينس ريتم، النورمال اي سي جي. النورمال اي سي جي بيبقى عندي ريجولر ساينس ريتم. كلمه ساينس يعني ايه؟ يعني اوريجينيتنج فروم ذا اس اي نود. regular يعني ماشي بشكل منتظم، مفيش لخبطة في الضربات. regular regular sinus rhythm originate من الـ SA node at a rate of 60 to 100 beat per minute. لو انا جيت اعد هنا في حاجة اسمها R interval، يعني الـ interval ما بين الـ cycle دي والـ cycle اللي قبلها، او الـ cycle دي والـ cycle اللي بعدها. المفروض ال RR interval دي تبقى ثابتة وجاية regularly، تمام. لو انا عديت حسب عدد المربعات الكبيرة اللي هنا اللي في النص، هقول هنا مثلا دول حوالي 4 مربعات، 3 مربعات كاملين اهو، وبعدين 3 ملي في مربع ده واتنين ملي في مربع ده، يبقى دول كام؟ 4 مربعات. لو قسمت 300 على عدد المربعات الكبيرة دي، 300 على 4، يبقى ده الهارت ريت بتاع العيان ده، بس على اساس ان العيان ده ايه؟ ريجولر، ما عندوش irregularity. طيب 300 على 4 يساوي 75، يبقى العيان ده الهارت ريت بتاعه 75 beat per minute. كل البي ويفز لازم يبقوا شكلهم زي بعض، وكل الكيو ار اس كومبلكسز يبقى لازم شكلهم زي بعض. يبقى each beat consists of a P wave followed by a narrow QRS complex. All P waves are similar and all QRS complexes are of the same pattern and in the same direction طبعا. يبقى ده شكل النورمال regular sinus rhythm، شكل الـ ECG strip. وزي ما اتفقنا النورمال heart rate من 60 لـ100 ضربة في الدقيقة. يمكن الرسمة دي أوضح. نفس الكلام 3 مربعات، وبعدين هنا مربع تقريبا نصه هنا ونصه هنا، يبقى برضو 300 على 4 يبقى ده
الهارت ريت حوالي 75. نيجي نبص على الريزم regular، ال RR interval متساوية على طول. ال P waves are of the same pattern، ال QRS complexes are of the same pattern. ونارو أقل من 12 من 100 سكن، يعني حوالي 3 مربع، أقل من 3 مربعات صغيرين بالعرض. وال PR interval within normal اللي هو النورمال بتاعها من 3 ل 5 مربعات صغيرين، يعني من 12 من 100 ل 2 من 10 سكن. يبقى العيان ده مش عيان، ده individual عنده normal sinus rhythm، حتى وان كان في changes هنا ملناش دعوة بيها، انما احنا بنتكلم هنا على الريزم والريت. تمام، دلوقتي هنتكلم عن البرادي الريزمي. يعني ايه برادي الريزمي؟ الديفينيشن اوف برادي كارديا بنقولها لما يكون الريستنج هارت ريت ليس ذان 60 بيت بير مينت. يبقى اي حد هعمله رسم قلب والاقي الهارت ريت اقل من 60 بالطريقه اللي اتفقنا عليها، هنقول ان العيان ده عنده ايه؟ برادي كارديا. لكن ما بيشتكيش العيان غير غالبا لما يبقى الهارت ريت اقل من 50، يبقى ساعتها هيبقى سيمتوماتيك. يبقى سيمتوماتيك برادي كارديا جنرالي انتيلز ريتس بيلو 50 بيت بير مينت. الكلينيكال بريزنتيشن اوف برادي كارديا، اولا ممكن يجي العيان وهو برادي كارديك لكن ما عندوش اي سيمتوماتولوجي. ليه؟ لان الكاردياك اوتبوت زي ما نفتكر من زمان هو عبارة عن ايه؟ حاصل ضرب ستروك فوليوم في الهارت ريت. طيب الهارت ريت النورمال زي ما قلنا حوالي 70 او 75 الافرج، بيتضرب في ستروك فوليوم اللي هو الافرج برضو حوالي 70 ل 75، دول في بعض يطلعوا لنا نورمال كارديك اوتبوت اللي هو حوالي 5000 سي سي بلاد كل دقيقة. تمام، يبقى الستروك فوليوم هو الاماونت اوف بلاد اللي بتطلع من الهارت، تبقى ايجكتد من الليفت فينتريكل ومن الرايت فينتريكل ايتش سايكل، نضربها في الهارت ريت اللي هو يبقى عدد الضربات في الدقيقة، يطلع لي الكارديك اوتبوت اللي هو بيتحسب كام ملي لتر برضو بير مينت. يبقى لو انا عندي reduced heart rate هيبقى غالبا compensated بالستروك فوليوم الى حد ما within physiological limit، او حتى لو اقل من physiological limit بشوية. يبقى لو العيان ما عندوش severe bradycardia مش اقل من 50 او اقل من 50 بحاجة بسيطة، ممكن يبقى asymptomatic لانه هيبقى الستروك فوليوم قادر ان هو يزيد to compensate decreased heart rate، فيبقى في still sufficient cardiac output، يبقى العيان هيبقى asymptomatic، ما مش هيحس بحاجة ومش هيبقى presenting بحاجة. عامل له رسم قلب بالصدفة الاقي عنده bradycardia. لكن لو الهارت ريت is very slow او remains slow for a long period هيبتدي القلب ما يبقاش قادر to compensate، فيبتدي الستروك فوليوم ما يبقاش قادر ان هو يعوض reduction of heart rate، فالheart would not be able to pump enough blood to meet the metabolic needs of the body. هيبتدي العيان بقى present بالmanifestations of organ hypoperfusion اللي هي المانيفستيشنز of bradycardia. ايه هي المانيفستيشنز دي؟ بمعنى ايه هو الكلينيكال presentation of bradycardia عامة ايا كان سببها ونوعها زي ما هنتكلم في المحاضرة، هي كلها نفس البرزنتيشن. dizziness او light headedness عشان في decreased blood supply للبرين. fainting او syncope او near fainting لنفس السبب. tiredness and fatigue. shortness of breath. palpitation in the form of bradycardia هنا. chest pain لانه هيبقى الكارديك اوتبوت قليل مش قادر to meet metabolic needs of the heart، فهيبتدي العيان يحس ب chest pain. angina لكن من غير ما يكون فيه obstruction للكورونري arteries. confusion او difficulty of concentration. heart failure ده بقى لو العيان قاعد long standing لفترة طويلة، heart rate بتاعه قليل والstroke volume compensating for a period، بعد كده يبتدي يبقى not compensating، فيبتدي manifestations of decreased cardiac output، فيبتدي العيان يحس بالmanifestations of heart failure. الحاجة التانية لو حصل acute and severe bradyarrhythmia هيبتدي العيان يحس برضو فجأة الهارت ريت كان 70 فجأة سيفير او اكيوت
هينزل الهارت ريت ل 40 ل 30، يبقى لازم هيبقى مانيفيستد بالسادن اونست زي ما حصل سادن اونست اوف برادي اريزم. ازاي اشخص برادي اريزم؟ عندي تولز فور دايجنوز، 12 ليد سيرفيس اي سي جي، هولتر مونيتورنج. 12 ليد اي سي جي هو ده اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليه، ده شكل الاي سي جي العادي. لو انا عملت العين اي سي جي هلاقي الهارت ريت قليل، وممكن اعرف الباترن او السبب او شكل البرادي اريزميا زي ما هنتكلم. تاني حاجه، حاجه اسمها هولتر مونيتورنج. الهولتر مونيتورنج ده بيبقى ريكوردنج السيرفيس اي سي جي العادي ده من بره، ولكن لفترات طويله اكتر من ان هي دقيقتين ثلاثه اللي انا بعمل فيها للعيان رسم قلب. ممكن 24 ساعه، ممكن 48 ساعه، ممكن اسبوع، ممكن اسبوعين، ويبقى اسمه هولتر مونيتورنج. يبقى هو العيان بيتحرك وبتسجل له رسم القلب طول الوقت. الحقيقه ده مش بنحتاجه كتير في البرادي اريزميا الا لو ساينس بوز، ساينس اريست، انما في الغالب الاي سي جي العادي ممكن يوضح لي البرادي اريزم. في حاجه كمان يمكن معقده اكتر، اللي هي الامبلانتابل لوب ريكوردنج. ده بقى مش بيبقى سيرفيس اي سي جي، ده بنبقى حاطين حاجه، جهاز سبكوتينيوسلي، عشان كده بيبقى اسمه امبلانتابل. وده غالبا بيتحط فوق الاسترنم كده، سبكوتينيوس فوق الاسترنم، وبيبقى هو فيه زي جهاز رسم قلب او زي فيه ريكوردنج للاي سي جي طول الوقت. بقى ده ممكن تحط سنه وسنتين، ده للناس اللي غالبا عندهم انواع من الاريزميا ما بيجيش الاريزميا كتير، يعني ممكن يعدي عليه شهور ما فيش، لكن لما تيجي ممكن تبقى سو دينجرس انها تدخله في سادن كاردياك ديث، ان هو فجاه يحصل له سيفير اريزميا ويموت. ممكن يبقى ريسسيتيتد وانس او ما يبقاش. فعلشان كده بيتحط لهم الامبلانتابل لوب ريكوردنج ده، علشان نلحق نسجل في الدقائق القليله اللي ممكن يحصل فيها اريزمياز في خلال سنه، ويجي العيان بعد كده نعمل اناليسز سواء للهولتر او للامبلانتابل لوب ريكوردنج. بيتعمل لهم اناليسز على الكمبيوتر الخاص بكل جهاز، ويتشاف بقى الاي سي جي طول فتره التسجيل. رابع حاجة هو الستريس اي سي جي. والستريس اي سي جي وظيفته الحقيقة ليه وظائف تانية، زي في الانجينا، زي في التاكي اريزميا، لكن هنا في البرادي اريزميا بيبقى بس في العيانين اللي عندهم سسبكتد كرونوتروبيك انكومبتنس. يعني ايه كرونوتروبيك انكومبتنس؟ يعني احنا نفتكر في حاجة اسمها اينوتروبيك ريسبونس وكرونوتروبيك ريسبونس. الاينوتروبيك اللي هو يتعلق بالكونتراكتيليتي، بقوة الكونتراكتيليتي، والكرونوتروبيك اللي هو يتعلق بالهارت ريت. المفروض ان احنا كلنا كناس طبيعيين كل ما هيزيد الاكسرسايز اللي انا بعمله كل ما هيبقى فيه زياده للهارت ريت. طيب لو ما حصلش يبقى انا ما عنديش زياده للهارت ريت ان ريسبونس للاكسرسايز ده. القصه دي بيسموها ايه؟ بيسموها كرونوتروبيك انكومبتنس. يعني انا الهارت ريت مش بيزيد تو كوابت الاكسرسايز او الحاجة اللي مخليها الهارت ريت بتاعي الطبيعي انه يزيد، ادرينرجيك ستيميوليشن واتيفر. يبقى ده ممكن نشوفه في الستريس اي سي جي. ليه؟ العيان هيمشي ويجري على التريدميل ومش هيزيد الهارت ريت كما هو متوقع. نورمالي في معادلة معينة بنحسب فيها المفروض الهارت ريت يوصل كذا مع ان انا سني كذا وبجري فترة كذا. لكن لما ما يبقاش الكلام ده بيحصل، يعني انا جريت والهارت ريت بتاعي ما زادش adequately، يبقى انا ممكن احس بسيمبتوماتولوجي، وممكن كمان بالعكس احس ببرادي بقى، واحس بشورتنس اوف بريز وديزنس و يبقى دي طريقه للتشخيص لو ما كانش الاي سي جي لوحده كافي. يبقى احنا بنبدا بالتدريج، يعني 12 ليد اي سي جي، ما شفتش حاجه، هولتر مونيتورنج ما شفتش، في خلال الاسبوع ولا اسبوعين اعمل امبلانتابل ريب ريكوردنج. لو انا شاكك في كرونوتروبيك انكومبتنس، يعني يجي العيان ويقول لي انا لما ببذل مجهود او انا لما بيبقى في ستريس معين ممكن احس لحظتها باني تعبان، اني بدوخ، اني بقع، ساعتها اعمل له ايه؟ ستريس اي سي جي. اخر حاجه، ودي للعيان اللي هو بيحصل له هايبوتنشن اند سنكوب، دول ممكن يجوا مع البريديكارديا، ودي يعني اكتر في الناس اللي عندهم سيك ساينس سيندروم، او الناس اللي عندهم
فيجل ابنورمال فيجل ستيميوليشن، فبنعمل لهم حاجه اسمها تيلت تيبل تيست. ده تيست بيبقى العيان بينام على ترابيزه، الترابيزه دي مجهزه او بروجرامد انها تطلع بانجلز معينه وتنزل تاني، وفي كل مره بنشوف البلاد بريشر والهارت ريت، وبيبقى ريكوردد بحيث لو في اي ابنورماليتي. طبعا بتبقى فيري دينجرس انه يحصل الاثنين مع بعض، هايبوتنشن زائد برادي، فدي بتدخل العيان في سنكوب. يبقى التلت تيبل ده اخر حاجه، وده في سبيشال بيشنتس مش في كل العيانين. الساينس براديكارديا هي اول نوع من البراديكارديا هنتكلم عنها. الساينس براديكارديا معناها ان الهارت ريت اقل من 60. يبقى زي ما احنا شايفين الرسم الفوقاني ده يفرق ايه عن الرسم اللي تحتيه، هما الاثنين البي ريجولار وكلهم اوف ذا سيم باترن، هما الاثنين كيو ار اس ريجولار واوف ذا سيم باترن، نفس كل شكل حاجه في الكومبلكسز بتاعه الاي سي جي ذا سيم، انما ده نورمال ساينس ريزم اند ريت، وده عنده ساينس برادي لكن الريت هنا ايه ريجولار، مفيهوش اي ريجولاريتي. يبقى عبارة عن ايه الساينس براديكارديا؟ عبارة عن regular sinus rhythm where the heart rate is less than 60 beat per minute. طيب ده شكل الاي سي جي ستريب اوف ساينس براديكارديا. زي ما انتم شايفين الطريقه اللي اتعلمناها، نعد بقى مع بعض، ادي 1 2 3 4 5 حوالي 6، 6 مربعات. 300 على 6 بكام؟ 50. طيب يبقى انا عندي هنا الهارت ريت less than 60 بيت بير مينت، انما الريزم regular. ال P wave identical before each QRS complex جاية في مكانها قبل ال QRS complex، دايما في علاقة وطيدة P بعدها QRS، وال PR interval normal اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي من 12 من 100 ل 2 من 10 second، يعني من 3 ل 5 مربعات صغيرين، وال QRS narrow اقل من 12 من 100 second. يبقى العيان ده ما عندوش اي ابنورمالتي غير انه عنده ساينس برادي. طيب ايه الكوز اوف ساينس برادي؟ الساينس برادي دي كويت نورمال during ستيت اوف ديب ريلاكسيشن. زي ايه؟ زي واحنا نايمين. يبقى during sleeping كلنا هيبقى عندنا ساينس برادي كارديا، الهارت ريت هيبقى 60 او اقل، مش هيبقى ابنورمالتي، مش هيبقى باثولوجيكال، ده هيبقى فيسيولوجيكال. طيب increased vagal tone او decreased sympathetic output ممكن يعملوا ساينس برادي. الفيجال تون زي ما احنا عارفين ده بتاع البارا سيمباثيتك، والسيمباثيتك اللي هو الادرينالين. طيب في الاثليتس لان هم المفروض ان هم يجروا ويلعبوا فتره طويله من غير ما يحسوا باي مشاكل، من غير ما يحصل هارت ريت زياده، يعني مش اول ما يجري من اول 10 دقائق ولا ربع ساعه في المباراه اللي بيلعبها، ولا من اول كام اكسرسايز يبتدي يحس بان هو تعب والاكسرسايز تعبه فالهارت ريت يزيد فينهج ويدوخ ويقول خلاص انا عايز اقعد. المفروض ان هو بقى عنده حاجه اسمها انديورانس تريننج، يعني هو بيتدرب بشكل منتظم لفترات طويله، فبقى هو عنده انديورانس تريننج. الناس دول فيسيولوجيكالي بيحصل لهم انهم يبقى عندهم ساينس براديكارديا حتى في الاوقات العاديه، بحيث ان هو لما بيلعب ويجري الهارت ريت مش هيزيد قوي during this training، وبالتالي برضو وهو قاعد ومرتاح هيبقى عنده ساينس براديكارديا. بعد ده سبب ممكن نعتبره برضو فيسيولوجيكال. ممكن بقى في ثيرابيتيك افكت اوف دراجز زي الديجيتاليس والبيتا بلوكرز، كالسيوم شانل بلوكرز، دول كلهم ادويه احنا عارفين انها بتقلل الهارت ريت وبنديها كتريتمنت للتاكي كارديا. فدول ممكن لو انا اديت دوز زياده شويه، او لو انا اديت الثيرابيتك افكت بتاعها اللي انا عايزاه، يعني هو العيان جاي لي بهارت ريت 100 وانا اديته اي دواء من الحاجات دي عشان اوصله
60، لان انا مش عايز يبقى فيه بيردن على الهارت زي في عيانين الانجينا او عيانين الانفاركشن. يبقى انا ممكن اديله حاجه تقلل الهارت ريت علشان اقلل اللود على الهارت. يبقى ده الثيرابيتك افكت اللي انا عايزاه. فلما الاقي عيان بياخد بيتا بلوكر او كالسيوم شانل بلوكر او ديجيتاليس والهارت ريت 60 او 50 مش هقلق، لكن ما احبوش يزيد عن كده. تمام، ما دام عرفت ان هو بياخد الدواء الفلاني يبقى ده احنا وصلنا للتارجت بتاعنا ان الهارت ريت فعلا قل. لا انزعج ولا اقول له انت عندك مشكله. كومون اللي هو مين بقى؟ الساينس برادي اس كومون ان انفيريور وول مايوكارديال انفاركشن، لانه الانفيريور وول مايوكارديال انفاركشن ده بيحصل نتيجه الاوكلوجن اوف ذا سيم ارتري ذات جيبس بلاد سبلاي تو ذا اس اي نود اند اي في نود، اللي هو غالبا بيكون الرايت كورونري ارتري في حوالي 50% 60% من الحالات، او السيركمفليكس ارتري في الجزء الباقي. يبقى لو حصل ان البلاد سبلاي اللي رايح للانفيريور وول اوف ذا هارت كان مقطوع، هو هيكون في نفس الوقت البلاد سبلاي اللي رايح للكونتاكتيف سيستم ومين للاس اي نود والاي في نود هيكون برضو في مشكله، فالعيان ده ممكن يحصل له ساينس برادي. طبعا ده غالبا ما يكونش انفاركشن، ده يكون اسكيميا، لانه لو كان انفاركشن ومفيش بلاد خالص، يعني انفاركشن فوق في بدايه الارتري يعني اوكلوجن للارتري في بروكسيمال بارت، يبقى البرانشز اللي رايحه للاي في نود او الاس اي نود مش واصل لها بلاد سبلاي، فدي حاجه كاتاستروفيك ممكن تدخل العيان في اكيوت هارت بلوك او ارست. لكن احنا بنتكلم انه لو ديكريز بلاد سبلاي ممكن يعمل ساينس بريتيكولي. طيب بازو فيجال سينكوب وكاروتيد ساينس سيندروم، زي ما انتم عارفين الناس اللي هي بيجي لها بازو فيجال سينكوب هم دول اللي كنا بنتكلم عنهم اللي ممكن نشخصهم بالتلت تيبل تيست، اللي هو لما يشوف منظر يخضه او يخوفه او يضايقه او يقرفه او يزعله، ده بيجي له ايه؟ بيجي له سيميوليشن للفيجل ويحصل له باراسيمباثيك سيميوليشن ويحصل له براديكارديو. الكاروتيد ساينس سيندروم ان انا لما باجي ادوس على الكاروتيد ساينس اللي هو احنا عارفينه تحت المانديبول مكانه اللي كانوا بيقولوا عليه زمان في الفسيولوجي، لو انا عملت ستيميوليشن للكاروتيد ساينس وهنا احنا نقصد بيها بقى الناس اللي بيتعمل لهم ستيميوليشن مش عن عمد، يعني مش انا بعمل له كاروتيد ساينس ستيميوليشن علشان هو عنده تاكي كارديا فانا بقلل له الهارت ريت، لا ده اللي هو لو هو بيبص شمال او يمين جامد، او لو هو عنده هاي كولر ناشفه زي الكولا المتنشيه بتاعت زمان تضغط على الكاروتيد ساينس تقوم تدخله في برادي كارديا. كونفالسنس فروم فيفرز، بعض الفيفرز اشهرهم التيفويد والانفلونزا ممكن يعملوا ساينس برادي. ديكريز ميتابوليك ديماند زي المكسيديما، المكسيديما اللي هي ديكريز ثايرويد هرمون اكسكريشن، دي بيبقى معاها فيري كومون ساينس برادي كارديا. في الجوندس والانكريز انترا كرينيال بريشر برضو بيحصل سيميوليشن للسنترز الموجوده في البرين انها تعمل لنا ستيميوليت برادي كارديا. ايه هي symptoms and signs of bradycardia؟ واحنا اتفقنا ان symptoms and signs هم في كل انواع البرادي، انما زي ما احنا لسه كنا بنقول انه ممكن قوي لو الهارت ريت بتاع العيان ما قلش عن 50، يعني ما بين 50 و60 يبقى asymptomatic، اقل من 50 بحاجة قليلة برضو يبقى asymptomatic according للstroke volume can compensate this decrease in heart rate او لا. لكن غالبا العيان اللي عنده ساينس برادي ده ما بيبقاش يعني السيمتوماتولوجي بتاعته شديده، ممكن يبقى ديزينس بريثلسنس ان اكزيرشن، رير جدا انه يحصل له فينتنج سينكوب لو ساينس برادي كارديا بس. التريتمنت هو تريتمنت اوف ذا كوز اند ودرول اوف دراجز ذات ديكريز ذا هارت ريت، لو انا عارف. وعلى فكره في ادويه كتير مش بس الادويه اللي احنا بنديها كتريتمنت للتاكي ممكن تعمل برادي كارديا، يعني مش بس الكالسيوم شان بلوكر وديجيتاليس وبيتا بلوكر، لا في ادويه بتتاخد كتريتمنت في السايكل كونديشنز او في الحاجات اللي هي بتاثر على سي ان اس، دي بتقلل الهارت ريت. الكنابس والحاجات التانية دي برضو ممكن تقلل الهارت ريت. ادويه كتير ممكن ناخدها انتي هايبرتنسيف وتقلل الهارت ريت زي الميثايل دوبا والريزيربين. فاي حاجه لو انا عارف ان العيان ده بياخدها وابتدينا نخش في ان العيان بقى سيمتوماتيك نتيجه للتريتمنت ده الهارت ريت عنده ساينس برادي كارديا وقل، المفروض ان انا اقلل له اوقف الدواء ده.
لو انا شاكك انه ده فازوفيجل اديله اتروبين واجرب. ممكن لو العيان عنده ساينس براديكارديا سيمتوماتيك وانا عارف انه في سبب ما اقدر اتغلب عليه في وقت قليل، زي مثلا ديجيتاليس توكسيسيتي، زي ان هو كان بياخد مثلا اميودارون اللي هو حاجه من علاجات التاكيكارديا، من تريكلر تاكيكارديا، انا مش لازم ان انا هنا اسيب العيان عنده سيمتوماتولوجي، وفي نفس الوقت مش محتاج ان انا اركب واتس كولد بيرمننت بيس ميكر. البيس ميكر ده عبارة عن جهاز بطارية بتركب سبكوتينيوسلي، وبيبقى فيه ليد يعني زي سلكة كده بتوصل لحد فين، لحد المايوكارديوم. الليد ده هو اللي بيعمل ستيميوليشن بدل الاس اي نود مثلا او بدل الاي نود، فهو اللي انا مش واصل امبلسز كافية فهو يشتغل بدلهم. لكن انا في الحالات دي اللي احنا بنقول ان انا شاكك انه في سبب، في اتيولوجي هو اللي دخل العيان في البراديكارديا، ممكن اركب له حاجه اسمها تيمبوراري بيس ميكر. تيمبوراري بيس ميكر اللي هو جهاز منظم للضربات مؤقت، ده بندخل الليد ثرو ذا فيمورال فين او ثرو ذا جاجولار فين علشان يعمل ستيميوليشن للمايوكارديوم اسرع من الريت العيان عليه. لو هو مثلا الهارت ريت بتاعه 40 30 وسيمتوماتايزنج وهو ساينس برادي، وانا متوقع ان انا هو بياخد ديجيتاليس، والديجيتاليس ادخله في هارت بلوك، هو بياخد اميودارون، والاميودارون عمل له مثلا نودال ريزم قلل الهارت ريت جدا، دخله في ساينس براديكارديا، البيتا بلوكر دخله في ساينس براديكارديا، وهو كان اوتو ريد ديس براديكارديا، هحط التمبراري بيس ميكر، وبعد شويه لما وقفت الدواء هيرجع تاني العيان لانه ما عندوش اصلا مشكله فهيرجع. او تمبراري برضو بيتحط على اساس اني استنى لحد ما اركب البيرمننت بيس ميكر. ده لو امتى بقى اركب بيرمننت بيس ميكر؟ ده لو الريزم ده بيرزيستنت وايريفيرسيبل. لكن عاده عيانين الساينس براديكارديا ما بيبقوش كده، بيبقوا بيرجعوا تاني للريت بتاعهم او الريزم النورمال في وقت ان شاء الله مش كتير، وغالبا ما بيبقوش سيمتوماتيك لدرجه ان انا يعني ريرلي انه يبقى سيمتوماتيك لدرجه ان انا اركب له بيس ميكر. غالبا المانوفرز الاولانيه دي بتكفي. طيب بعد كده نتكلم عن الساينس اريزميا، وده تاني نوع من الاريزميا، البريدي اريزميا اللي هنتكلم عنها، ودي بيبقى فاريشن بالبريذنج، يعني مع الانسبيريشن الهارت ريت يزيد ومع الاكسبيريشن الهارت ريت يقل. ودي يعني unusual finding في العيين اللي عندهم endurance training الاثليتس او في اليونج ادلت، ودي ما بتحتاجش اي تدخل ولا علاج ولا حاجه، بس هي بتبقى حاجه ملحوظه في رسم القلب زي ما انتم شايفين كده. العين هنا كان بياخد ديب بريث فحصل له شويه تاكي كارديا، رجع تاني اكسبيريشن بقى برادي ورجع تاني تاكي، فيبقى دي اسمها ساينس اريزميا. المهم انهم كلهم البي ويف بتاعتهم شكلها ايه، زي بعضها هنا وهنا، يبقى طالعين كلهم من الاس اي نود، هنا مش محتاج علاج. تالت نوع ده مهم اللي هو السيك ساينس سيندروم. السيك ساينس سيندروم ده مهم لانه مرض خطير، هو مش كومون انما خطير. ايه هو السيك ساينس سيندروم؟ او ممكن نقول عليه الساينس نود ديزيز، او نقول عليه التاكي برادي سيندروم، كل دي مسميات لنفس الحاجة. من اسمه كده سيك ساينس، يعني هو الاس اي نود هو سيك، هو مريض، يعني الاس اي نود ما بينبطش اللي هو البيس ميكر اوف ذا هارت بشكل طبيعي. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني هو فيلير اوف ذا هارت بيس ميكر ان هو يشتغل بالكابابيليتي بتاعته. It composes any dysfunction of the SA node including inappropriate sinus bradycardia، فده العين اللي هيبقى عنده chronotropic incompetence اللي هو يجري او يلعب ما يزيدش الهارت ريت بالشكل الكافي، ممكن يجي بساينو اتريال بلوك، بمعنى ان الامبلس تبقى انيشيتد في الاس اي نود انما ما تقدرش تخرج منها، يبقى اسمه ساينو اتريال بلوك. او تاكي برادي سيندروم اللي هي بتبقى alternating periods من التاكي وفولود باي برادي. التاكي برادي سيندروم هنا زي ما قلنا يبقى الاول الهارت ريت ممكن فترات قليل جدا اقل من 60 50، وفترات عالي جدا اكتر من 100 و120. السيك ساينس كاركترايزد باي بيريودز اوف اتريال تاكيكارديا فلاتر
فيبريليشن، يعني اي نوع من الاتريال تاكيكارديا ممكن تحصل. بعد ما يتوقف التاكيكارديا دي بيبقى يحصل له لونج بوز اوف ساينو اتريال نودال ارست، اس اي نودال ارست، وترجع تاني. لونج بوز يعني ايه؟ سكند مثلا او جزء من السكند، تيجي في الاي سي جي فجأة كده مفيش حاجة. يبقى العيان ده ممكن يجي بأي abnormal heart rate بدءا من الساينس برادي للتاكي برادي للاتريال تاكيكارديا، اتريال فايبريليشن، اتريال فلاتر، و ممكن كمان نوصل لهارت بلوك. ده البرزنتيشن بتاعه. ايه الاتيولوجي؟ حاجة تيشو بتاعت الاس اي نود دي اللي هي احنا عارفين مكانها، وان هي حوالي 1 لـ2 سنتي عند الجنكشن ما بين الرايت اتريوم والسوبيريو فينا كيفا. التيشو ده السبيشاليز تيشو ده بقى ديزيزد. دي ديزيزد بايه؟ بانه حصل فيه ديجنراتيف تشينجز. يبقى اي ايديوباثيك ديجنراتيف ديزيز دخل على الاس اي نود. كارديومايوباثي يعني ديزيزز، كلمه مايوباثي يعني مرض، يعني ديزيزز اند مالفورميشن اوف ذا كارديياك ماسل، يبقى اسمهم كارديومايوباثي. اللي انتوا يمكن تكونوا عارفين الدايليتد كارديومايوباثي، الهايبرتروفيك كارديومايوباثي، دي كلها انواع من الكارديومايوباثي. دول بيبقوا ممكن اسوشيتد بسيك ساينس سيندروم. مايوكارديال اسكيميا زي ما اتفقنا، ديكريزد بلاد سبلاي للاس اي نود. الدرلي اند فايبروزس، لانه احنا عارفين الالدرلي بيشنت ده بتبتدي السيلز اللي بتموت مع الوقت ما بتبقاش ري جنريتد بشكل كافي، وبتدي تبقى مكانها يجي فيه فايبرس تيشو. فلو السيلز اوف ذا بيس ميكر حصل لها نفس الكلام، هيبقى العيان ده يخش في سيك ساينس سيندروم. انفيلتراتيف ديس اولدر زي الاميلويدوز، كولاجين فاسكولار ديزيز، سيرجيكال تروما. ايه البرزنتيشن اوف سيك ساينس سيندروم؟ يجي العيان بقى هنا اكتر حاجة بنشوفها سيمتوماتيك هو انه يخش في سينكوب او بري سينكوب. هو ده الموست دراماتيك بريزنتيشن، وهو ده اللي بيبقى ممكن فيري دينجرس، عشان ممكن يخش سادنلي في اي نوع من الاريزميا اللي اتكلمنا عليها، او اتاكس اوف بالبيتيشن تاكي او برادي، فاتيج او انجاين. الاي سي جي دايجنوزيس، ادي ده شكل الساينس بوز اللي كنا بنتكلم عنها. يبقى العيان كان ماشي كده، كان هنا الحته دي كانت تاكيكارديك شويه، بعدين فجاه ساينس بوز، وبعد كده بصوا شكل البي ويف هنا اتغير، مش نفس البيس ميكر هو اللي بيشتغل هنا، هو نفسه اللي كان بيشتغل هنا. يبقى هنا الاس نود مش هي اللي شغاله، ده يمكن غالبا دي تكون بريماتيور ساينس كونتراكشن. بريماتيور اقصد اتريال كونتراكشن، يعني مكان تاني في الاتريوم فوكس اشتغلت وطلعت هي الامبلس اللي وراها. بقى ده منظر التاكي بريدي. تريتمنت اوف سيك ساينس سيندروم، تريتمنت اوف ذا اتاكس اكوردنجلي. لو جاي بتاكي هعالج التاكي كارديا في الاتاك during this attack، لو جاي برادي هعالج البرادي، او ان انا اعمل implantation of dual chamber pacemaker. هو ده الاوبتيمم تريتمنت، هو ده العلاج الناجع لقصه السيك ساينس سيندروم. dual chamber pacemaker يعني انا هحط ليد فوق في الرايت اتريوم وليد تاني تحت في الرايت فنتريكل، بحيث ان التو ليدز دول هيقدروا يشغلوا الاتريوم وفولود باي ذا فنتريكل. واحد يعمل ستيميليشن للاتريوم فوق، وبعد كده التاني وراء يشغل الايه الفنتريكل. وده بيبقى عن طريق ان انا بظبط الكلام ده من البيس ميكر ببروجرامر من بره، لانه غالبا الاس اي نودال ديزيز بيبقى برضو معاه اي في نودال ديزيز، فبيحتاج امبلانتيشن اوف ديوال تشامبر بيس ميكر. هنا لازم اعمل ستيميوليشن فوق للاتريوم وتحت للفنتريكل. ده indicated more commonly in patients with tachy brady syndrome in addition to anti-arrhythmic drugs. ده اللي هو مين؟ ده اللي هو dual chamber pacemaker. كده اتكلمنا عن الارزمياز، البرادي ارزمياز اللي هي مكانها فوق في الاس اي نود، اللي هم مين؟ زي ما اتفقنا sinus bradycardia و sinus arrhythmia
وسيك ساينس سنترو. يبقى نمرة واحد ساينس براديكارديا، نمرة اتنين ساينس أريزميا، نمرة تلاتة سيك ساينس سنترو. بعد كده لو في ديزيز في الايفي نود، في حاجة اسمها جانكشنال ايفي نودال ريزم. ده بيشتغل امتى الجانكشنال ايفي نودال ريزم؟ يعني امتى بتشتغل الايفي نود؟ ده بتشتغل لما يكون الاس اي نود is unable to work normally as a pacemaker of the heart. فمين اللي يجي يشتغل بعدها؟ مين المحطة التانية زي ما اتفقنا؟ الايفي نود. هنا هلاقي مفيش بي ويف، يعني النورمال بي ويف اللي هي originating من الاس اي نود is absent. امال مين اللي موجود؟ يا اما ما اشوفش بي ويف خالص، يا اما اشوف شكل بي ويف غريب abnormal shape، يا اما تكون inverted و conducting anti-gradely، يا اما conducting retrogradely، يا اما مفيش بي ويف اصلا. ده شكل junctional rhythm وانا مش شايف بي ويف. ليه القصة دي؟ ليه مرة conducting anti-grade ومرة conducting retrograde ومرة؟ هي دلوقتي مفيش SE node. طب انا هتخيل ان ال AV node دي اللي هي oblong shape دي هي اللي هتبقى ال pacemaker of the heart. ممكن الامبلس تطلع من فوق شوية فتبقى تعمل stimulation للاتريوم قبل الفنتركل، ولكن بيبقى ال conduction of the impulse من تحت من نهاية الاتريا لفوق، من ال AV node upwards to the atria. فتيجي ال P wave في المكان ده بس شكلها يبقى ايه؟ inverted كده، لكن هي anti-gradely conducting، يعني inverted، انما ال impulse بعد كده ايه؟ معدية هنا فين؟ ال QRS. تمام؟ يعني ال P wave وبعدين QRS، يبقى الاتريا حصل لها depolarization قبل الفنتريك. طيب ممكن ما يبقاش فيه بي ويف خالص زي الرسم ده، لان هي within the AV node impulse طلعت، فاحنا ما عرفناش نعمل لها recording، بقت absent بي ويف، ولكن الريت ما بين 40 ل 60 وريجولر، والكيو ار اس كومبلكس نارو. ممكن بقى البي ويف تبقى retrogradely موجودة، يعني تيجي بعد ال QRS complex ألاقي P wave صغيرة كده بعد QRS complex، يبقى هي جاية في نهاية ال AV node وعملت retrograde conduction للأتريا. يبقى بعد ال ventricle كانت stimulated بقى الأتريم stimulated، يبقى retrograde conduction. تمام. ال P QRS ratio يا اما مفيش زي كده، مفيش بي ويف اصلا، لان هنا الامبلس بقت جوه الاي في نود وما قدرناش نسجلها بالسيرفيس اي سي جي، يا اما 1 تو 1 اف انتي جريد او ريترو جريد كوندكشن، يعني واحده وواحده، او واحده جايه ريترو جريدلي وراها الايه الكي ار اس جاي بعدها. تمام. البي ار انترفال زي ما بنقول، يا اما مفيش انا مش شايف بيه، يا اما شورت او ريتروجريد. ال QRS ويتس بيبقى نور. اخر نوع من البرادي اريزمي هنتكلم عنه هو الهارت بلوك. الهارت بلوك يعني انه الالكتريكال امبلسز بيبقوا سلود داون او بلوكت as they travel from the atria through the atrioventricular node. The symptoms and treatments of heart block depend on its severity and type. ايه cause of heart block؟ Idiopathic fibrosis of conductive system, ischemia of AV node and bundle branches, bacterial or viral myocarditis, rheumatic myocarditis, large doses of drugs that decrease the heart rate زي حالات الديجيتاليس توكسيستي. مهم قوي نبقى عارفين causes of heart block، لانه is a very common disease وبيحتاج تدخل وانترفينشن في اغلب الاوقات. يبقى اي ديزيز هيؤثر على الكوندكتيف سيستم من الديزيزز دي ممكن يدخل العيان في هارت بلوك. بكتيريال مايوكارديتس
ولكنها اصابت الكوندكتيف سيستم، فايرال مايوكاردايتس واصابت الكوندكتيف سيستم. اسكيميا، روماتيك مايوكاردايتس زي ما احنا اخدنا من ضمن الجونز كريتيريا انه يحصل برولونجيشن للبي ار انترفال، ده برضو حاجه بتؤدي الى فيرست ديجري هارت بلوك زي ما انتوا خدتوا في الروماتيك فيفر. طيب اول نوع من انواع الهارت بلوك هو الفيرست ديجري هارت بلوك، هما الثلاث انواع من الهارت بلوك، فيرست وسكند وثيرد ديجري هارت بلوك. الفيرست ديجري